لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة. ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. وليكن الله معنا جميعا أملا في قلوبنا وضياء وهدى، والسلام عليكم.